عقدت هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة منتدى تحت عنوان دور الإرشاد والتوجيه الأكاديمي في سلامة عمل المرأة في المجال الهندسي، وذلك في إطار الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية الذي يحتفي هذا العام بإنجازاتها في المجال الهندسي. نخبة من المختصين والمهتمين بقضايا المرأة من الأكاديميين والعاملين في القطاع الهندسي في القطاعين الحكومي والخاص يستعرضون عددا من المواضيع الخاصة بالارتقاء في المرأة البحرينية في المجال الهندسي في منتدى المرأة البحرينية الذي نظمته هيئة جودة التعليم والتدريب بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة. في هذا التعاون بيننا وبين المجلس الأعلى للمرأة أن نلقي الضوء على دور الإرشاد الأكاديمي في توجيه المرأة من وهي في المدرسة لدراسة الهندسة أو الدراسات الأصلح لها كشخص، كذلك وهي في الجامعة، كذلك الإرشاد الأكاديمي مدى توجيهها للطلبة كاستعدادهم للتخرج والأماكن الموجودة لهم للعمل لخدمة الوطن ومساهمة في اقتصاد مملكة البحرين. الورشة اليوم أو المنتدى اليوم يتعلق بهذا الموضوع، وموضوعه مهم جدا لأنه يتعلق بالإرشاد الأكاديمي والإرشاد المهني للمرأة قبل دخول المجال الهندسي. مثل ما تعرفون في كثير من التخصصات في مجال الهندسة، وظهرت تخصصات جديدة، والبحرين بحاجة إلى كثير من هذه التخصصات الحديثة الواعدة اللي لها فيها قيمة مضافة للمجتمع. كما ويأتي تماشيا هذا المنتدى والذي جاء تحت عنوان دور الإرشاد والتوجيه الأكاديمي في استدامة عمل المرأة في المجال الهندسي بحث أفكارا متنوعة ومتعددة سلطت الضوء على أبرز الطرق لتوجيه الفتاة البحرينية نحو تخصص هندسي يتوافق مع قدراتها وإمكانياتها. أثناء الدراسة تحصل على فرص تدريب عشان تعرف المهنة، متطلبات المهنة، الفرص المتاحة للترقي فيها، فإذا عرفت ذي هذه بيعطيها حافز للتمهن للتعلم، لأن هي تكون عندها أرضية صلبة تمكنها من الاستمرار في هذا المجال. في نفس الوقت على أصحاب المهن اللي هم القطاع الخاص أن يدركون أن المرأة هي قوة بشرية قادرة على العطاء أحياناً تفوق الرجل في أي مجال من المجالات. في كلية الهندسة الآن بصدد طرح عدد كبير من البرامج الجديدة تحت البرامج الكلاسيكية الأساسية، بحيث أن أولاً أمكن المهندس البحريني من دخول هذه المجالات اللي 65% تشغلها يشغلونها غير البحرينيين، وفي نفس الوقت أمكن أن البحريني المهندس لما يتخرج يكون جاهز لسوق العمل، ما يحتاج إلى فترات تدريب طويلة. سوق العمل في الوقت الحالي بحاجة إلى الكثير من التخصصات الجديدة والتي من شأنها أن تساهم في إيجاد شباب بحريني متخصص في مجالات تستقبل المرأة كما الرجل. المناقشة اللي دارت كانت وايد حية ولها علاقة بالضبط حسب العنوان، يعني بسوق العمل، بالاحتياجات، بدور الإرشاد والتوعية. فمثل ما قال الدكاترة أن جميعها تمس المجتمع، يعني إحنا صح تطرقنا إلى مشاركة المرأة في المجال الهندسي، ولكن المتابعة والمتابعة في سوق العمل عندما تتخرج وتتعلم المهندسة، إذا هذه من الأدوار اللي وايد مهمة. واقع التعليم الهندسي في البحرين كان على طاولة النقاش في المنتدى، تم البحث فيه عن وسائل متقدمة لدفع الفتاة البحرينية إلى الولوج في التخصصات الجديدة المتوافقة مع متطلبات سوق العمل. مواضيع مختلفة بحثها المنتدى بإسهاب لإيجاد أفضل السبل لتحقيق استدامة عمل المرأة في المجال الهندسي. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.